أكتر الناس يلي عندهم وزن زايد بيقولوا لي كل الحق على الغدة، أنا ناصح لأنه عندي كسل بالغدة. ما هو بس لو ما الغدة، الغدة الدرقية قديش صغيرة قدي عندها سلطة قوية على جسمنا، ولما تكون ماشية بشكل سليم فهي قادرة أنه تشغل جسمنا بسلاسة من دون ما نحس بوجودها. بس المشكلة إذا بلشت تخربط. من هون ضروري أنه نفهم شو هي الغدة الدرقية وشو علاقة كسلها بزيادة الوزن وشو وضعها ضمن نظام الغدد بجسمنا. الغدة هو حيالنا نسيج بالجسم بده يفرز مادة، فإذا هيدي المادة نحن قدرنا شفناها اسمها الغدة إكزوكرين، يعني بتكب المواد تبعولها لبرا، وهيدي مثل مثلا غدة الريق، غدة اللعاب، غدة العرق. نحن منشوف الريق ومنشوف العرق، فهيدي الغدة اسمها غدة إكزوكرين. الغدد الأندوكرين يعني اللي بيحطوا الإفرازات تبعولهم بقلب الدم، الإفراز ما منشوفه، بينزل دغري على الدم، وهذا الإفراز منسميه هرمون. هيدا الهرمون بدها تنتج من إفرازها بغدة معينة، بدها تصير بالدم وتروح تشتغل على مكان تاني بالجسم. إذا بدنا نفكر إنه هاي هي الهرمون، أنا عندي كتير هرمونات بالجسم، عندي هرمون النمو، مو عند منت الحليب وإلى آخره، فلازم يكون في وحدة تعد رئيس القبيلة مثل الموسيقار تقدر ترجلش كل الغدة سوا، وهي الغدة النخامية الموجودة هون. هلأ هيدي الغدة النخامية رح تعطي السينيال، رح تأمر الغدة كلهم تيفرزوا هرموناتهم، من بيناتهم الغدة الدرقية، يعني السينيال اللي بنفحص كرماله هو TSH تفرزوا الغدة النخامية. بيجي على الغدة الدرقية رح تفرز عدة هرمونات، أهمه اللي رح نحكي عنها T3 والT4 اللي هي بروتين عليها 3 حبيبات يود، هيدي T3، وبروتين عليها 4 حبيبات يود، هيدي T4، وهودي بنزينات الجسم. إذا البنزين خفيف الجسم ما بيشتغل بهيدي السهولة، وإذا البنزينات كتار الجسم رح يحرق أكثر من العادة. فاللي عم بيصير عندهم وزن زايد أكترية الأوقات بيجوا لعنا بيسألوا هل هي مشكلة بنزين، جسمنا مش عم بيحرق الكمية اللي لازمة لأنه الغدة الدرقية ما عم تفرز كتير بنزينات. كسل الغدة في يكون سبب من أسباب النصاحة. بنعرف أنه الغدة هي بتشتغل على الميتابوليزم تبع الجسم، وإذا كانت كسلانة هالميتابوليزم بخف، وفي المريض يزيد وزنه مع كسل الغدة، ففيها تكون سبب من أسباب النصاحة. بيقدر الشخص يلي عنده كسل بالغدة الدرقية إنه يزيد وزنه، بس مش كل واحد عنده وزن زايد بيكون عنده مشكلة بالغدة، وإذا كسل الغدة عم بيزيد له وزنه فما بيكون أكتر من هالكم كيلو. صراحة من الدراسات اللي بنعملها تبين إنه ككمية عالم عندهم وزن زايد مش أكتر من 10-15 ماكسيوم 20% منهم بيكون وزنهم الزايد من وراء تقلص بشغل الغدة الدرقية. وإذا بده يزيد وزننا من وراء تقلص أو كسل بالغدة الدرقية مش أكتر من 5-10 كيلو، يعني إذا جاي حدا لعنا 140-120 أو 110 كيلو أكترية الوزن منه جاي من الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتساهم بزيادة الوزن، وأكترية الوزن اللي بيجي من كسل الغدة الدرقية هو وزن مي. المرضى بيجوا بيقولوا عم بيورم حول عيوني، عم بيورموا أصابع إيدي، عم بيورموا الإجرين، هيدا الوزن اللي بيجي من الغدة، مش الوزن اللي منشوفه عادة بالبطن ويعني ببقية الجسم بأساس الجسم. فالغدة الدرقية فيها تساهم لتزيد الوزن، بس قليل ما تكون هي سبب لبدانة مفرطة أو لوزن زايد ملحوظ. في عدة أسباب وراء كسل الغدة الدرقية. الأسباب الشائعة هي بتكون من المناعة، بيكون المناعة في مناعة زايدة بتفرز مضادات حيوية أنتيباديز بنسميهم، بيجوا ضد الغدة مشان يجربوا يوقفوا لعملها. الغدة الدرقية بمناطق العالم تفرق مشاكلها من منطقة لمنطقة، وين ما في كفو يود بالماء أو يود بالأرض بيكون عندنا نقص اليود هو أساس
بمشاكل تقلص او كسل الغده، بس بالمناطق اللي فيهم يود زياده او اللي عندهم يود باكلهم زياده مثل الملح اللي فيه يود او الحليب اللي بيكونوا زايدين له يود، اكثريه المشاكل تمر الغده الدرقيه وقت بنحكي عن كسل الغده بتجي من مرض مناعه. يعني الجسم عم بيحارب حاله بحاله، بيعمل مناعه ذاتيه، وهيدي لها اسم، إلى اسم هاشيموتوز ثايرويدايتس. ثايرويد جاي كمان من اليوناني، كلمة ثايرويد يعني غدة، جاي من كلمة يونانية هي ثيرويديس اللي هي درع، لأنه شكل الغدة الدرقية مثل درع على قصبة التنفس، بتكون مثل فراشة صغيرة قاعدة هون. فأوتو إميون ثايرويدايتس يعني أنا قاعدة عم حارب غدة بإفرازات مضادات من قلب الجسم، يعني عم حارب الجسم بمضادات مش مفروض يكون عم بيحاربوه لجسمي، بس الغدة بتكون هي عم بيكلها الجسم شوي شوي. فهيدي الأوتو إميون ثايرويدايتس بتعمل التهاب مزمن بالغدة، الخلايا تبعو الغدة بيتعبوا، ولأنهم تكسروا من وراه الأنتيباديز المضادات ما بيعودوا يفرزوا مثل ما لازم. الغدة النخامية يلي منسميها يعني الإيبوفيز اللي هي موجودة بالرأس، هي إذا بدك منسميها شيف دوركستر، يلي هي يعني بتأثر على كل الغدد بالجسم، هي اللي بتعطي الأمر للغدد بالجسم إنه يشتغلوا. يعني كمان بتأثر على الغدة الدرقية، إذا كان فيها مشكلة فيها تأثر على الغدة الدرقية وساعتها فيها تعطي زيادة وزن. بس مش بس هيك، نعرف أنه الغدة النخامية فوقها في عنا شيء اسمه الإيبوتالاموس، اللي هو فيه السنتر تبع الشبع. اوكي، فاذا كان في عنا مشكله بهيدي المنطقه كلها هونيك، اذا في ورم او شيء كابس هونيك مش عم بيخلي هيدي المنطقه تشتغل مزبوط، بهالحاله ايه في يعني بياثر كثير على زياده الوزن، لانه ما بقى عنا هالاحساس بالشبع، يعني بيصير المريض ياكل بلا ما يحس انه شبعان، فبياكل زياده وساعتها في ينصح. في أسباب تانية أكتر جينية، بيكون الغدة حجمها صغير ومش عم تشتغل مزبوط. هول الأسباب الأكتر شيء منشوفهم بكسل الغدة. أكيد إذا المريض عامل عملية للغدة شيلة أو هيك، هول بيكون صار أسباب تانية. علاج كسل الغدة الدرقية بيتم من خلال المتابعة الطبية الدقيقة وأخذ الدواء بالمعدل المناسب والفحوصات الدورية. لسوء الحظ ما فينا نتفاداها، لانه اكثريه الاوضاع بتجي من وراء مرض بقلب الجسم، يعني احنا خلقانين مع هالمناعه ضد الغده، قد ما نحط عليها يود وقد ما نطعميها يود زياده خلص المضادات موجوده، الغده اذا بنحطها بالعربه المشبره عم تتنتف من اول ما نحن خلقنا، قد ما نزيد عليها يود الخلايا ما رح يقدروا يرجعوا يعيشوا حالهم بحالهم. هلا في بنقول عند المراه الحامل المهم تكون عم تاخذ كميه يود معينه، بس إذا في حال في هذا مرض المناعة ما في ولا كمية يود فينا نزيدها فيها تمنع تقدم هذا المرض. إجمالاً بالأكل ما في نوعية أكل معينة فينا نتفادى أنه يصير عنا كسل بالغدة أو مشاكل بالغدة، بس منعرف أنه اليود يلي هو موجود بالسمك بثمار البحر مفيد كتير للغدة، لأنه الغدة بتستعمل اليود مشان تفرز الهرمونات تبع الغدة. فإذا كان عنا نقص باليود، يعني ما بناكل كتير ثمار بحر أو سمك، هذا الشيء فيه أدي مع الوقت أنه الغدة ما تفرز مزبوط هرمونات الغدة ويؤدي لكسل بالغدة. اللي هو السبب الشاسع أكتر شيء في منه هي الأوتو إميون ثايرويدايتس. يعني إذا بدأ يصير في كسل بالغدة مش حيصير في كسل فلاجرنت هالقد مبين، بس من شوية نقص بالكميات اليود. هلأ بتشوفي في عالم بيقولوا لك، هيدا بنشوفها بين المرضى وقتها بيكونوا على الفورومز وعم يحكوا بين بعضهم إنه زيدوا اليود بقلب الأكل وطبيبي عطاني شوية فيتامينات يود أو فيتامينات سمك أكتر من العادة، بس نحن اللي بنشوفهم الحالات الكسل بالغدة الدرقية منداويها مش بالفيتامينات اليود، منداويها بدواء غدة، لأنه الجسم ما عم بيقدر يعمل هرمونات غدة، بنعطيهم نحن الهرموني، وهذا بيكون دواء من عند الطبيب بيتاخد مش من الصيدلية، من الفيتامينات، من قسم الفيتامينات. هي واحدة من الأسباب أنه يكون في هيبوثايرويديزم هو من وراء قلة الإياد، بس هو بكل البلاد وخاصة بلبنان صرنا عم نزيد بالملح الإياد تا نتفادى هذا المرض. دونك هلا بلبنان كثير قليل شخص يكون عنده هيبوثايرويديزم ورا قلة الإياد، فنعالجه بالأكل.
هلا في حالات من وراء البدانة ومن وراء الوزن الزايد بصير في عنا تخربط بالهرمون الغدة. هون ساعتها ايه بالدايت بنقدر نعالج ونخفف الوزن وبذات الوقت ساعتها بتدرج لها الغدة، بس هو اذا من الاصل عنده بروبلم بالغدة الدايت لحاله ما بيكفي، بدك تتما بالقدرة مع الحكي. فينا نتعايش مع كسل الغدة الدرقية من خلال تناول الدواء. قرار استئصال الغدة ما بيتم إلا بحالات معينة. العملية الجراحية بنعملها للغدة وقت يكون في عنا بنسميهم نوديول أو تكتلات بقلب الغدة، وبيكون عنا شك إنه هول النوديولات فيهم لا سمح الله شيء سرطاني. فبهيدي الحالة بنعمل عملية للغدة تنعالج الموضوع. أوقات كمان بيكونوا هول النوديول كتير كبار وبيكونوا عم يكبسوا على الاشياء اللي هي حوالي الغده، يعني مجرى الهواء او مجرى البلع، وبيكونوا عم بياثروا لكن على النفس او على البلع. بهيدي الحاله كمان فينا نعمل عمليه للغده مشان نشيل هيدا الورم او هيدا النوديول اللي هو كابس على هول المجاري. العمليه الجراحيه عند الغده منقسمه لمرحلة، يعني لنوعين، يا الغده بدها تكون كبيره وعم بتسبب مشاكل، يعني وقتها بتكبر الغده بنسميها جويتر بالانجليزي او جواتر، ما بتصير بس اسمها تيرويد او جلاند او جلوند، جويتر الغده بتصير كثير كبيره، بتصير عم تكبس على قصبة التنفس، عم تكبس لدرجة انه تساهم بصعوبة بالبلع، بتغير الصوت، عالم بتصير مرات بتشخر، بضيق نفسها بالليل. وقتها بتصير عندنا compressive signs، يعني عندي انا عوارض كأني عم بعمل compression، يعني عم بسكر على قصبة التنفس وعلى الاعضاء اللي تحت الغدة، ساعتها لازم نعمل لها عملية. السبب الثاني المعقول نعمل نحن عملية للغدة هي إذا فيها تكيس، وهودي التكيسات عندهم شوي هيك ساينز، شوية شغلات بنشوفها نحن على الإيكو، معقول تودي تقول إنه هودي الخلايا منهم كتير نضاف أو لا سمح الله نحن شاكين بسرطان، ساعتها بتنشال الغدة ومنصير بالحالتين نقدر نعطي نحن الريبليسمنت اللي هي هرمون الغدة تتجي تحل محل الغدة اللي نكون شلناها أو استأصلناها. إذا كانت الغدة كسلانة إجمالاً، إذا ما كان فيها هول النوديول اللي حكينا عنهم، ما في داعي نعمل عملية للغدة، وساعتها المريض بياخد دواء يلي هو الأرمان يلي بتفرزها الغدة. إذا كانت هي الغدة كسلانة مش عم تفرز أرمان كافية، بنعطيه بحبة دواء هيدا الأرمان الكافية تبع يعني للغدة، مشان الجسم ساعتها بيصير عنده أرمانات كافية وما بطل في مشكلة أبداً بالغدة. خلينا نتفق على شغلة، دواء الغدة ما بينصح، ما هو شغلته يحل مشكلة كسل الغدة. دواء الغدة ما بيؤدي ابدا لزيادة وزن اذا كان الدوز تبعه متناسبة مع الشخص. بنعرف انه في يعني نحن بنعطي الدوز حسب معدل فحص الدم اللي بنعمله يلي هو التي اس اش. اذا كان التي اس اش نورمال يعني طبيعية اجمالا ما بيكون في مشكلة ابدا، بيكون الغدة يعني عم ترجع بتشتغل مزبوط، ما في مشكلة وما بيأثر على الوزن، لا بينصح ولا بيضعف. إذا كان في مشكلة بالدوز تبع الدواء، إذا كان الدوز تبع الدواء خفيف مثلا، هيدا الشيء بيؤدي إنه بعد الغدة كسلانة، ساعتها إيه بهالحالة في يؤدي لزيادة وزن، بس الدواء بحد ذاته ما بيأثر على الوزن، لا بينصح ولا بيضعف. دواء الغدة وقت يكون عم بينعطى بالدوز الصحيحة أبدا ما بينصح. فنحن إذا صار عندنا تقلص بشغل الغدة، يعني بنزين ما في، فأنا بدي أرجع أعطي البنزينات مثل ما اتفقنا. نحن عم نعطي كنا عم نقول البنزين هو T3 والT4، يعني اللي عليها 3 حبيبات يود واللي عليها 4 حبيبات يود. الجسم بيفرز 80% T4 أكثر ما بيفرز T3، وبقلب الجسم بقلب الدم بيتحول T4 للT3 وقت الجسم بده يستعمله. الدواء الغدة اللي اسمه ليفوتيروكسين، إن كان اسمه إيتيروكس أو ألتروكسين أو ليفوتيروكس أو حيلا شيء، هو T4، يعني أنا عم بعطي هرمون التي4، عم بعطي البنزين دغري. فإذا عم بعطيه بالكمية الصحيحة وعم بعطيه بالدوز اللي جسم بحاجة له، وأكيد بنكون عم نراقبه بالفحوصات، أبدا مفروض ينصح، بالعكس بيساعد بتقوية الميتابوليزم. هذا هو شفاء كسل الغدة، هو الدواء. فالدواء بيشفي من الكسل مش بيسبب كسل، بالعكس.
هلا هو كثير مهم انه نفهم ليه وقت ما يكون في تريبلوج بالغده او الغده ما تكون عم تشتغل صح ليه بنربح وزن؟ لان هي رول الغده انه اول شيء تريجرز لبدنك ميتابوليزم بازال يعني سرعه الايض يعني قد ايه نحن بنحرق وكيف نقدر نكدس الفات او الدهون بقلب الجسم وكمان كيف نقدر نستعمل ونحرق الفات والسكر يعني النشويات كمان. مشان هيك لما تبطل الغده تشتغل صح بصير عنا ايبوتيرويديزم يعني بتشتغل اقل من اللزوم سو كفايه انه جسمنا ببطل يحرق كثير بنصير نربح وزن بالوقت ما احنا ما بنكون عم ناكل كثير. هلا كيف بنلقط اذا من ورا الغداء او مش من ورا الغداء؟ اكيد في كذا سمبتم يعني هو الحكيم يعني يقدر يقول لنا اياهم، بس كمان عم نقدر نشوف من ورا طريقه الاكل هو المريض اللي عم بتبعها، اذا هو الشخص بغض النظر اذا عنده ايبوتيرويديزم او لا، اذا هو بيكون عم ياكل كثير وعم يكثر من الدهون ومن المقالي بطريقه مش صحيه وما عم يعمل رياضه اكيد بده يربح وزن مع او بلا تريتمنت. هلا وانس هو عامل تريتمنت تبع الايبوتيريز اوتوماتيكلي بنشوف هو شو الغلط باكله بنقدر نصلحهم، بنقدر نعطيه عدد الكالوري اللي هو عايزه، بنقدر نقسمهم حسب النشويات حسب الدهون حسب البروتينات، اكيد بناخذ اون كونسيدراسيون كمان شو هو عنده امراض، اذا عنده امراض السكري او الضغط او الكوليسترول والجليسيريد، لان عاده مع زياده الوزن من وراء الايبوتيريز ممكن يصير في امراض قلب وتزيد ريسك الكوليسترول والتريجليسيريد. طب نحن اللي بنتطرق لهالمواضيع وبننتبه بالدايت تبعونا ساعتها على شو بدنا نركز اكثر شيء كرمال نقدر نعالج الامراض اللي سببتها الايبوتيريز. تناول المتممات الغذائيه صار عادي عندنا وكثير بياخذون من دون مراجعه حكيم. الخطر هون انه هالفيتامينات بيقدروا يعملوا ردات فعل سلبيه على الادويه الموصوفه لمعالجه كسل الغده وغيرها من الامراض. فبرجع بكرر، راجعوا طبيبكم قبل ما تاخذوا اي فيتامين. بس لازم ننتبه نحن عم ناخذ تريتمنت الادويه، دراسات اثبتت انه سبلمنت بالفير وبالكالسيوم ممكن ما يعني يفوت اذا بدك او ما يخلي هالتريتمنت يشتغل صح. هون قبل ما ناخذ هالسبلمنت على المريض انه يرجع يراجع الحكيم ويقول له هو اي نوع سبلمنت لان اوقات لازم ياخذهم ابعاد عن الاوقات اللي بيكونوا ابعاد عن بعضهم. على ما يبدو كسل الغده الدرقيه بيصيب النساء اكثر من الرجال. صحيح، خصوصا لانه اكثريه الحالات اللي بنوصفها هي الاوتو اميون، يعني اللي في عندنا مناعه ذاتيه. النساء اصلا عندهم ريسك مناعه ذاتيه اكثر من الرجال، يعني بتشوف النساء اكثر عندهم روماتيزم، اكثر عندهم بهاق، اكثر عندهم صدفيه، كونهم هودي امراض اوتو اميون يعني خصهم بالمناعه الذاتيه. والغدة كون أكتريتها اليوم بدراسات تبين أنه من وراء مشكلة مناعة فعم يبينوا أنه النساء عندهم إياها أكتر. ما بقى نتخبى وراء كسل الغدة الدرقية لنبرر زيادة وزننا. كسل الغدة له علاج. كثير من الأشخاص يلي بيكون عندهم غدة أو بيكتشفوا أنه هن عندهم غدة بيقولوا أنه نحن عندنا غدة ما فينا نضعف. بلا فين يضعفوا، ما فينا نحن ناخد سبب أو عذر لنحن مثل ما بقولوا نعطي سبب لحالنا انه ليه ما عم نضعف. اذا نحن كنا عم نتبع نظام غذائي معين مع الميديسن يلي الدكتور بيكون وصف لنا اياه ونحن اكيد رح نضعف ونكون انسان مثل كل الناس الطبيعيين يلي بتكسب وزن ان كان بسبب ولاده او بسبب ادويه تانية. نحن الغده كمان كله له حله، بيكون مع الدواء وبيكون مع نظام غذائي يلي قليل النشويات، شرب المي كتير ورياضه معينه واراده يلي هي اهم شيء، ما نكون نحن مثل ما بقولوا عم نتخبى وراء اصبعنا لنعطي سبب لحالنا. أكيد إذا الشخص عالج الغدة خصوصا الغدة الدرقية يلي أغلب العالم بيحطوا إذا بدك الحجة أنه عندهم مشكلة بالغدة وهي اللي مؤدية للنصاحة عندهم، إذا تعالجت هيدي المشكلة أكيد المريض بيرجع بيستعيد وزنه وما بتكون سبب لزيادة الوزن عنده. بس منعرف أنه أغلب العالم بيكون عندهم زيادة وزن بس مش بالضرورة يكون عندهم مشكلة بالغدة. مشكلة الغدة خصوصا الدرقية تتكون هي سبب لزيادة الوزن هو كتير قليل، وحتى لو كانت كسلانة لازم تكون كسلانة لدرجات كتير كبيرة تتقدم مزبوط لزيادة الوزن. يعني ما فاضل ما نقول انه نحط الحجة على الغدة انه هي يلي سبب زيادة الوزن. بنعرف انه هي فيها تكون من الاسباب بس هذا الشيء كتير قليل، وبس حتى لو هي كانت السبب اذا تعالجت ببطل موجود هذا السبب والمريض لازم يرجع يستعيد وزنه ويبطل عنده هالزيادة الوزن.
إذا هيدا الوزن جاي من وراء كسل بالغدة، هن 5 ل10 كيلو اللي نزادوا أكترية الوقت بنزادوا من وراء تجميع مي، صحيح وقت ما نحكمها هودي 5 ل10 كيلو اللي نزادوا من مشكلة غدة مفروض يروحوا، اللي باقي ما خصوا بالغدة، عنده غير أسباب وهيدا اللي لازم نحن نحكمها. بالنتيجة صحتنا واقفة على التوازن بين الأكل باعتدال وحركة الجسم والراحة الكافية. خلينا نحافظ على هيدي النعمة، إذا مش كرمالنا كرمال الناس اللي منحبهم وبحبونا. هيدا هو ميزان الصحة.